بعد الجد والاجتهاد تحصد النتائج، ولكل بداية نهاية. ها هي جامعة محمد خيذر بسكرة تقوم بالحفل النهائي للسنة الجامعية 2021-2022. تم تكريم الطلبة خريجي الأطوار الثلاثة والمتحصلين على المراتب الأولى. اليوم عرضتنا جامعة محمد خيذر بسكرة من أجل حفل اختتام السنة الجامعية، وبمناسبة هذه الحفل عرضت جميع المتفوقين على مستوى تخصصات وعلى مستوى الكليات الجامعة. وبهذه المناسبة أشكر الجامعة وعلى رأسها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور البروفيسور بوطرفايا أحمد وجميع القائمين الحفل من طلبة وأساتذة. بعد 5 سنوات من الجد والتعب والاجتهاد وسهر الليالي توج تعبنا هذا باختتام السنة الجامعية وتحصلنا على شهادة ماستر 2 وتحصل وقد ظفرنا بالمراتب الأولى والحمد لله. من جد وجد ومن زرع حصد. اليوم رانا فرحانين مع طلبة تاوعنا، رانا نشوفهم كل تكرموا ونجحوا. نطلب من الله عز وجل انه تكون هذه بدايه المشوار الحقيقي في الحياه العمليه تاعهم، وان شاء الله يلقاو دي بوست ولا يكملوا ان شاء الله المسار الاكاديمي نحو الدكتوراه ونحو يعني مجالات اخرى ان شاء الله. ربي يوفقهم ان شاء الله وربي يفتح عليهم. وما كاش حاجه تسعد الاستاذ ولا تسعد الطاقم الاداري ولا الطاقم تاع الاساتذه قد ما يشوفوا ولا تاعهم ولا المنتوج تاعهم ناجح وبرا يخدم والتكوين تاعهم كان في المستوى. كما كان حضور كثير وانتهاء قاعة عن أكملها من طرف عائلات وزملاء الطلبة.